اليوم راح نجرب اكثر سلاح اثارة للجدل، الا وهو سلاح الفينك. تعرفوا بالموسم الحالي في اسلحة كثير قوية كلياتها اي ار وكلياتها بتقتل من طلقتين. سلاح الفينك كان سلاح قوي في المسافات القريبة، ولكن حاليا نوعا ما في ناس بتشوف انه بعده قوي وممتاز جدا، وفي ناس زي انا شخصيا بشوف انه السلاح صار اضعف بشكل كبير. فاليوم الشركة اضافت له سكن اسطوري، معناته راح نقدر نستخدم السلاح من غير ريد دوت، راح يعطينا فرصة انه نحسن على القطع اللي بتركب على السلاح. لذلك راح يكون اول سكن اسطوري عندي لسلاح الفينك، فلذلك 10 سي بي ان شاء الله يطلع لي بسرعه. نعمل سكيب، ليش انا مش عامل سكيب اساسا؟ نعمل لايك، ترى مش باقي شيء على 100,000 يا جماعه، يا دوب اقل من 3000 متابع. 30 دقيقه نعمل سكيب، 30 سي بي احتمال، يعني لو ما ربحنا بسرعه راح نجرب سلاح اللوكس اللي معه. سلاح اللوكس زمان عنه صراحه، سياره ملهاش داعي. 120 سي بي، 120 سي بي ملصق لطيف، صورة ملهاش داعي. 320 الخدوش، نو نو نو. 800 سلاح شخصيا. يا ترى بعد ما اعطاني خصم 200 سي بي تقريبا هيعطيني سلاح؟ ما اظن. يلا ماشي، يلا بالنهايه راح نقدر نسترجع شويه سي بي من الفعاليه. 1400 سي بي، هات لي الفينك بسرعه. اوكي، بشبه سلاح نزل قبل للاو تي اس، ما هو اسطوري، ناس ايش هو صراحه. فتحنا العجله كامله، مش باقي معي 9000 سي بي. لو رحنا على التخفيضات هنا فراح نلاقي انه تخفيضات نقاط السي بي صار في لحد الان 13000، هيرجع لي 6000 ونص منهم. ف نرجع شويه، زي ما شايفين انا فتحت عجلات الحظ، ف في انا الاي كي 117 ان شاء الله بكره بنجربه. خلينا نجرب الكاتم التكتيكي لانه صراحه كنت متعود عليه اكثر، غيرنا شوي في الاعدادات. هاي التركيبات قدامكم، راح ندخل نجربها وان شاء الله يكون الايرون سايت جيد، اتمنى، لانه ما في سكن لحد الان جيد كفايه لسلاح الفينك. خلينا ندخل جيم و ليتس جو. اشترك عشان اعطيك شوكولاته. نوفا كله النا، اوكي ولا مش اوكي؟ لا احنا اكلنا هوا يا جماعه. انتوا شايفين مع مين مدخليني؟ التيم اللي معاي مصنفين على العالم. اخضع. مين هذا؟ ما بعرفش بس يلا. انا فين؟ بسم الله نكمل هروب. لو شلته والله شلته ممتاز، بس اللي معاي طلع مصنف على العالم بسلاح الكيوكيو 9 ولا الهولجر، ما انتبهت. اوه السلاح قوي، دمج 16 في الهيد من بعيد كمان. هو ليش مدخلني ضد لاعبين مصنفين الاول على العالم؟ اللي بعده وول وول. اوكي اصلا مش هو اللي شالني بس والله عليه موفمنت جبار صراحة. يا اصيل، يا الله من وين جتني هاي؟ اصيل بعدين معك، مش وقتك ترى. ايش مولوتوف؟ يا ويلي يا ويلي على اللي صار فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة هذول هيك شادينها شوي، شادينها بزيادة مو شوي بس. هاي يا هجيب الهاي يا هذا. اوكي اوه جبتها هي هاي. لا ليش بس تزبط معاه؟ ليه ما بتزبط معاي؟ ابلع يلا اللي بعده. اللي بعده بقول له اصيل مش وقتك يا اصيل. اصيل قضيه كمبره، اطلع يا اصيل واجه، خليك رجل. اللي بعده يلا يلا يلا. الفينك قوي، غيرت رايي، الفينك قوي يا جماعه، الفينك قوي جدا مو بس شوي. اخضوع. ممكن ترجع. اوكي ممتاز ممتاز، كني شلته. انتوا لمحتوا السرعة اللي راح فيها؟ هو اختفى بس هيك. يا اولاد يلا يا مختل. اوه
زبنا الجيم يا اخو دق شوي. ها احسن ما ممكن تلعب فيه في الفينك هو ستاند اوف وممكن شوت هاوس ممكن ما بعرف كيف دخلني معهم ولكن فزنا عليهم ياب مع اني ما اخذت ولا علم الاخير عندنا ما اخذ 12 علم يعني شكرا لك اخوان اللعبه مدلعتنا اليوم ستاند اوف يا جماعه اللعبه مدلعتنا اوبا بس مدخلنا ضد ناس مصرفين على العالم بس ما في مشكله ولا بنخاف ستاند اوف نيوك تاون شوت هاوس هذول احسن ثلاث مبات راح يكونوا مناسبين للسلاح اعطونا مبين منهم فكويس يعني كويس كويس طبيعي مش كل الاسلحه راح تكون مناسبه لكل المبات ولكن شوف في ضدنا واحد روزي سكيس في سرطان هينتشر في الجيم هفشخه هخليه غصب عنه يطلع الكيو كيو 9 هسه بوريك كيف تعال يا ضعيف يا ضعيف يا عديم المواجهه في واحد فوق بالاس كي اس تعال تعال انت وين مفكر حالك يلا يا اولاد تحمصوا يا اولاد يلا يا ضعيف هزيل ما بتاكل في الدار وين بدور علي ايش في ايش في شوف شو بتعمل زغر هيك بتشخر اللي بعده اهينك شفتوا اللي عملته يا ويحو اللي بعده ايش القوة هاي حاصل خير يا جماعة حاصل خير ما صار شيء 16 كل بس جماعة سلاح في التاك بشكل اوووو اللي استعرضت على السلاح اوه لا لا شوف وي يلا اولع اولع بصمت ايش في؟ زحلقت بحضنه شفتوه خليته طلع الميثك خليته طلع الاس ام جي لا مش كان ماسك اخذ سلاحي بعد ما بعد ما كان ماسك الاس كي اس خليته غصب عنه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بعد ما كان ماسك اس كي اس غصب بتخليك تتركه بترجع على اصلك تسرق اسلحتي يا نوب يا نوب ايه ده والله فكرته كلب مرمي على الارض والله والله مفكره كلب يا ربي موت للاسف يا نوب سمعت صوت ايوه بدك موت خرب بيتك ايه ده اللي بعده اللي بعده يا جماعة هذا أوسخ سكورس أوسخ أوبريتر في اللعبة تعال فينا نرجع الفينك لأقوى الأسلحة مع هذا السكن تحديدا ما بعرف إذا يعني ممكن نعطي تجربة ثانية مع سكنات أو مع بدون سكن مع بدون سكن أو بدون مع سكن أو ردود فاهمين علي بدون سكن شكرا على المشاهدة يا جماعة وإن شاء الله بنشوفكم بالفيديو الجاي See you.